معي من ريف دمشق يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى ثورة في دمشق وريفها. ما تفاصيل ما حدث بريف دمشق فيما يتعلق بالتصعيد الذي شهدته القرى اليوم؟ أنا لا أسمع صوت. طيب انقطع الاتصال، سنعود إلى يوسف البستاني فور جهوزه لنعرف تفاصيل هذا التصعيد من قبل النظام وميليشياته بعدي العدد من القرى بريف دمشق. لنحاول الآن، يوسف تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، قلنا نحن أبرز ما حدث اليوم من تكثيف النيران ببردة تحديدا من قبل النظام بعد فشل هدنة المياه اللي من المفروض تحدثنا عنها أمس، فصل موضوع المياه عن القصف. تفاصيل إضافية ممكن أن نعرفها منك يوسف، تفضل. الآن منذ الصباح هناك تكثيف للقصف، قصف قرية بالسيمة وعين الفيجة بالرشاشات الثقيلة والقناصات وقذائف الهاوين. كان هناك محاولة لاقتحام، تم عطب دبابة في الليلة الماضية. كان هناك حملة عنيفة جدا ومحاولة اقتحام شرسة من محور قرية كفر الزيت مصحوبة بميليشيات حزب إيران، بالميليشيات الأسد، بحرس الجمهوري أيضا، ويأتي بالميليشيات من القلمون أيضا يحاول أن يتقدم. فشل بالاقتحام البارحة وخسر دبابة وخسر نحو 10 من المرتزقة قتلى، وهناك نحو 10 آخرين جرحى. فشل الهجوم بالكامل، لم يستطع التقدم. ما يعني هو ما كل ما يستطيع أن يقوم به هو الضغط على الموضوع الإنساني، قتل المدنيين. الوضع يعني الإنساني سيء للغاية، استمراره باللعب على وتر المياه. يعني الآن يحاول أن يضع من موضوع المياه موضوع دولي. يعني سمعنا تصريحات الأمم المتحدة أن قطع مياه هو جريمة حرب. طيب أكيد قطع مياه جريمة حرب، وأكيد محاصرة وادي برد اللي فيها 100,000 إنسان جريمة حرب، وقصفهم بكل أنواع الأسلحة ومنع خروجهم، ومن قام بقصف النبع. الأمم المتحدة لم تحدد، بل وصفت فقط. طيب مين اللي قصف؟ ما بدهم يحكوا. طيب بعثوا لجنة تقصي إلى داخل الوادي، النظام رفض دخول لجنة تقصي. نعم، بده هو اللي يفوت إلى داخل الوادي، مو تفوت لجنة محايدة مشان يفوت ويطلع ويقول طيب شفتوا الإرهابيين هن اللي كما يدعي. هل ممكن طبعاً قصده بالإرهابيين. هل ممكن أن تصف لنا يوسف كيف يعيش المواطن اليوم مع مشكلة المياه؟ على ماذا يعتمد؟ ما الطرق البديلة التي يستخدمها؟ الصهاريج، نعم يعتمد على الصهاريج. هناك تجار فورا يعني يخرج لنا التجار في كل فترة، تجار لهم ارتباطات بالنظام يقومون باستغلال موضوع المياه. بالآلاف أصبح سعر البرميل الخزان المياه، يعني 1000 لتر أصبح سعره بالآلاف، وهو يعتبر باهظ جدا، لا يستطيع دفع ثمنه إلا القليل. بعض المناطق لا يسمح بدخول الصهاريج لها، يعني عم يعتمدوا الناس على بدونات يقومون بتعبئتها من الحدائق. نعم، ومن هنا ومن هناك وباسعار باهظه جدا. وضع ماساوي في العاصمه دمشق. انا اشكرك جزيلا لدرجه ما يعني يطول الحديث حول كل الميدانيات للاسف يوميا بسوريا. من ريف دمشق يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الاعلامي لقوى الثوره في دمشق وريفها.